مثلما استحوذت الهاشتاجات الخاصة بفوز بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي، استحوذ مؤيدو جو بايدن على شوارع ولايات عدة إلى جانب مؤيدي ترامب. هؤلاء يباركون ويحتفلون، وأولئك يعارضون ويطالبون بإعادة الفرز. ورغم أن الشوارع لم تشهد أي حالات شغب على عكس ما كان متوقع، إلا أن العديد من رواد السوشيال ميديا تداولوا مقاطع فيديو ظهر فيها البعض من مؤيدي الطرفين وهم يشهرون السلاح. معي من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية السيد نورمان رول على برنامج منصات. أهلا بك سيد نورمان رول. اليوم سيد نورمان، خلال الأيام الماضية رأينا صورة مختلفة للولايات المتحدة الأمريكية، تلك الديمقراطية الخالية من السلاح، من التأثير. اليوم هناك مهرجانات انتخابية كانت قبل إعلان يعني فوز الرئيس تحمل أسلحة كثيرة. اليوم هناك مخاوف من أن حمل السلاح قد يستمر خلال الشهرين القادمين مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. هل هناك خطر أمني حقيقي الآن في الولايات المتحدة؟ مساء الخير لك ولمشاهديك. أعتقد بأن تهديد الأمني لا يوجد، وطبعا مع مرورنا خلال الأسابيع الماضية بما كان بانتخابات عاطفية، الأكثر عاطفية في التاريخ، هناك الكثير من الذين صوتوا وكان الإقبال كبيرا، وطبعا هذا أكبر عدد في أكثر من 100 سنة. وهناك أشخاص طبعا يمتلكون الرخصة لحمل الأسلحة في تلك المناطق. أنا لم أرى أي شخص مثلا ولا عائلتي رأوا ذلك، ولكن بعض الفيديوهات في الولايات التي تظهر داعمي ترامب خصوصا وهم يحملون الأسلحة. أعتقد بأنه كان هناك مخاوف بأن يكون عنف، ولكن لحد الساعة لم يكن هناك أي مؤشر بأن هذا يمثل خطرا أمنيا. ولكن ما أقلق بشأنه هو بعض الأفراد أو بعض المجموعات الصغيرة التي ربما تتحرك أو تفعل شيئا ما وتتحرك بدون عقلانية، وهذا سيؤدي إلى العنف. هذا خطر بكل تأكيد، ولكن عموما الوضع الأمني مستقر تماما. لكن سيد نورمان، يعني البعض قال هذا من آثار أفكار رئيس ترامب التي بثها في المجتمع الأمريكي خلال السنوات الأربع. ربما هذه الأفكار تتغلغل في رؤوس كثير من الشباب حاملي السلاح. إلى أي مدى يعني اليوم الولايات المتحدة تحتاج إلى مرحلة التي يسموها هيلينج، يعني مرحلة الشفاء من الصدع الذي أصابها من وراء أفكار رئيس ترامب؟ أعتقد بأن علينا أن نجتمع ونتحد مرة أخرى. طبعا نحن نقوم دائما ذلك بعد الانتخابات، ولكن طبعا لدينا تجربة غير مسبوقة حيث العواطف جياشة من الجانبين، والإيمان بطبعا شخصيات المرشحين أدى إلى هذا الانقسام. وربما طبعا التعافي سيستغرق وقتا. لدينا طبعا العديد من الديموغرافيات، هناك الشباب وهناك اليسار المتشدد وهناك المحافظون والتقليديون، وربما هاتان المجموعتان عليهما أن تتواصلا. هذا سيكون تحديا، ولكن في خبرتي في 60 سنة رأيت الولايات المتحدة تمر بالعديد من التحديات، مثلا في الستينيات حيث كان هناك شيء مختلف ولكنه مشابه نوعا ما وتجاوزنا ذلك. أنا واثق بأن طبيعة الولايات المتحدة ستتجعلنا نتجاوز هذا، ورغم أن العنف ربما قد يحدث ولكن لن يكون معتبرا. شكرا لك المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية السيد نورمان رول.